مساء الخير صبايا اللي موجودين بالاستديو وكل السيدات اللي عم يحضرونا ببيوتهم. اليوم مثل ما شفنا عاملين عروستين واكثر من عروس واكثر من ستيل، وهلا انا وانتو حنحكي على التفاصيل من بعد ما نشوف شويه صور للعروستين. العروس اليوم اللي شفناها هي تصريحه شنيو عالي، وكان كثير فيه نوع من النوبرة وغير مصفصف، والشعر كتير حر مجنون طبيعي. بنفس الوقت ابتكرت وحاولت أقدم الغرة كتير العالية، وكأنه الشنيو طلع قدم من الخلف وصار من القدام. أما العروس يلي تركنا شعراتها مفرودين، هون حاولنا بما أنه نحن عم نعمل ستيل الريترو وستيل الاشياء القديمه، كمان نفس الوقت تركنا شعر مفروض وبطريقه مطعجه ومخصله ومش مفهومه اذا كانت هي كيرلي ولا هي ريترو. كثير مهم انه العروس قبل ما تقرر زواجها تبلش تعمل بروفات وتبلش تشوف شو بيرحلها الشعر المفروض الشعر العالي. مش مهم ابدا ومش صحيح انه العروس لازم تعمل شنيو لتكون عروس. كتير مهم انه العروس تعرف قد ايه طول العريس، وكتير صعب انه تكون العروس اطول من العريس، من هيك لازم تكون التصريحه كتير مناسبه لطول العريس. نختار الطرحة قبل ما نعمل التصريحة، قبل ما تعمل التصريحة، لأنه كتير مهم تكون الطرحة مناسبة لشكل الشعر اللي بدها تعمله العروس. عروس كتير مهم انك تغيري لون شعرك، بس مش كتير حلو انه يوم العرس ما حدا يعرفك بالمرة. حلو انه يعرفوك بطلة جديدة وربط جديد، لكن اذا قررت تغيري لون شعرك فضل يكون التغيير قبل 3 أسابيع على الأقل. وطبعا واخيرا بدي اقول لكل عروس تعزم الكوافير تعولها على عرسها، علشان اذا صار اي حاله طارئه يكون موجود مع هيدا اكيد مسحه. بتمنى لكل عروس النجاح والتوفيق، وان شاء الله الف مبروك لكل العرايس اللي تجوزوا واللي بدهم يتجوزوا.